في الختام هنسيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيرصد فعاليات المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة اللي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهي إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية. المؤتمر جه بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العلاقات العامة والتواصل عربيا وعالميا. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونشوف حضراتكم على خير بإذن الله في حلقة غدا. لما تيجي تقول لي كوفيد عمل ايه؟ كوفيد غير حاجات كتير قوي. ليه؟ لان كوفيد خلانا في وسائل التعليم وسائل الإخبار عن المعلومات الصحية ندور على المصادر الموثوقة، وهنا ابتدت الميديا تلعب دور، اللي هو الدور اللي كان ابتدى يتوارى في وقت ما وابتدى يرجع لورا دور الميديا. دور الميديا طلع قدام قوي في كوفيد-19. الإعلام التقليدي صار أمامه تحدي حقيقي، التطورات اللي صارت على المستوى الرقمي فرضت كذلك تطوير الأداء الإعلامي، بحيث من الضروري الآن على الإعلام العربي مواكبة هذا التحول لدفع بالمنظومة الإعلامية العربية لمسايرة هذا التحول الرقمي. الفكرة بتاعة المؤتمر نشأت من أنه جميع المؤسسات الحكومية حالياً اليوم والمؤسسات الخاصة بتحاول أن تنال رضاء الجمهور، وبالتالي بتحاول أن توصل رسالتها بشكل مباشر للجمهور، وهنا بتيجي دور أدوات التواصل الرقمي الحديثة في نقل هذه الرسالة والتأكد من أن الجمهور راضي عن هذه الرسالة، وأن هناك تغذية عكسية من الجمهور برأيه في الخدمات المقدمة، وبالتالي نقدر نربط موضوع المؤتمر بالمواطن في كل أوجه حياته. الجميع يعرف طبعا الموضوع ويعني حول وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها في هذه المرحلة، لكن نحن ننظر من خلال هذا المؤتمر إلى توفير منصة عربية لتسليط الضوء على هذا الدور المهم لهذه الوسائل، وما هو المستقبل لهذه الوسائل على وسائل الإعلام طبعا وعلى الرأي العام، وأيضا على الخدمة العامة المقدمة من المؤسسات الحكومية وتأثير ذلك على علاقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.